بتقولي مشروع، تقدري تدينا مثال عن المشروع ده؟ عارفه يعني ايه؟ المشروع هو اسمه مشروع كبير اهوت، لكن هو ببساطه زي يعني ايه؟ مثلا اقول لحضرتك المنهج قايم على عده محاور. المحور الاول اسمه من اكون، بيدرس الطالب في الصف الاول محور من اكون والعالم من حولي. في محور من اكون هيبتدي يدرس من انا، انا مين. فيبتدي وهو بيدرس ان انا من انا، بيطلب منه المدرس انه يجيب ورقه بيضاء وفي الكتاب في ورق مخصص لده، ويرسم صورته او يلزق صوره لصورته. بعد كده بيتكلم عن اسرتي، هيبقى في صفحه تانية هو واسرته، اصدقائه في صفحه تانية لاصدقائه، وهيوضح ازاي يختلف او مع اصدقائه. في النهايه خالص بياخد مثلا الاشكال الهندسيه المثلث والمربع، بيطلب منه يعمل شكل معين، يعني شكل يطلبه منه بالاشكال الهندسيه، شكل من خياله بالاشكال الهندسيه. بعد كده بيبقى عنده ده اسمه كتابي. في نهايه من اكون المشروع اسمه كتابي، كتابي فيه كل حاجه هو عنه، يا اما بالصور يا اما بالرسومات. بتقيم ازاي؟ انا بقف قدام زمايلي وبفتح كتابي وبعرضه واحده واحده، وهو بيعرضه بيستعرض مهاراته اللغويه في العرض، بيستعرض بيسمع اراء الاخرين، وبيستعرض مهاراته في تقبل الاخر، بيستعرض مهاراته في الدراسات الاجتماعيه وهو بيتكلم عن الاسره ودور الاسره، بيستعرض مهاراته في العلوم وهو بيتكلم عن احتياجاته ككائن حي، بيستعرض مهاراته في الرياضيات وهو بيعد افراد الاسره وبيكتب تحتهم العدد، وبيقول ان اسرته اكبر من اسره زميله بكذا، بيقول ان صوابعه خمسه، بيقول ان حواسه خمسه، بيتكلم عن عينيه. كل ده بيستخدم كل المجالات الدراسية، ولكن في مشروع صغير اسمه كتاب يتناسب مع، طبعا كل ما هيكبر بيتطور المشروع، وهو ده اللي هيقيم على أساسه بالظبط ويفضل يشتغل فيه الترم كله، المحور كله. والمحور ترمين، لا تاني معلش، يعني ايه؟ احنا عندنا اربع محاور في من إيه؟ اكون في السنة، في السنة كلها، في كل الصفوف، كل يعني كل, في كل سنة الصفوف. من السنين في اربع محاور. المحور الاول من اكون، ده بيتعامل مع الطفل وذاته، بيعرف نفسه، بيعرف مواهبه، بيعرف قدراته، بيعرف أجزاء جسمه وما إلى ذلك. ثم العالم من حولي، نبدأ بالعالم بالأسرة وننتقل إلى العائلة والمدرسة، وبعدين لما يكبر هيعرف الحي والمدينة والدولة والقارة. الترم الثاني هيعرف كيف يعمل هذا العالم، ثم كيف أتواصل مع هذا العالم. نيجي بقى في الترم الأولاني خد محورين، من أنا او والعالم من حولي. أيوة. في من اكون في بروجكت واحد. طيب هنا دول اربع محاور للسنه كلها. ايوه. ما لهمش علاقه بقى هنا بالمواد؟ حضرتك قلتي انه لا، ليهم بقى الفصول. ليهم علاقه، ده الرائع بقى. الباقة قايمه على المحاور دي. اللغه العربيه قايمه على المحاور دي. اللغه الانجليزيه قايمه على المحاور دي. التربيه الدينيه بتعالج من خلال المحاور. انا اقول لحضرتك شكل الحصه الدراسيه لو هي موجوده عندكم تعرضوها، شكل اليوم الدراسي. اتفضلي. شكل اليوم الدراسي احنا هنبدا مثلا حصه اللغه العربيه، هياخد من اكون يدرس فيها المفردات اللغويه المرتبطه بذلك، ثم ينتقل الى حصه الباقه ليوظف هذه المهاره اللغويه في انه يتكلم عن اسرته، ويتكلم عن ان هو كائن حي، ويتكلم عن الحيوانات، ويتكلم عن النباتات. انا استاذن حضرتك بس لو نقدر نعرضها معلش يا جماعه على الشاشه دي. الاكبر هي على دي. الاكبر ايوه هي دي قدام حضرتك. ده شكل الجدول بتاع اولى ابتدائي بالظبط. اشرح لنا بقى في نوافذ اللغه العربيه، واحنا مسمينها نوافذ لانها جزء لا يتجزأ من الباقه. نوافذ يعني ايه؟ نافذه يعني جزء من الباقه مخصص للمهارات التاسيسيه للغه العربيه اللي انا هتعلمها في الحصه دي، عشان هطبقها جوه الباقه. هتعلم الف وب مثلا وح وخ، فهبقى اعرف اكتب اب، وهعرف اكتب ام، واخ واخت. لا معلش تاني. تاني نوافذ دي معناها انها ماده منفصله ولا جوه الباقه؟ وقت مخصص لتدريس المهارات التاسيسيه، هو وقت مخصوص منفصل. حصه يعني حضرتك يعني احنا برضو ايه عندنا ريفرنس يعني خلاص عندنا أوكي. اللي اتعودنا عليه فالحد اسمها فتره فالحد ما نتعود على الجديد عشان نقدر نربط بالقديم ونستوعب يعني. تمام. انا برضو في ذهني دايما اولياء الامور تمام. بيكونوا بيفكروا النافذه دي حصه مخصصه للغه العربيه. دي حصه عربي. حلو كويس قوي صح؟ كويس قوي حصه أوكي. مخصصه بس اللي بدرسه فيها ايوه مرتبط باللي بدرسه في الباقه. تمام. تمام. مش هتبقى لغه عربيه يعني بمعنى قواعد اللغه العربيه أيوة. وفقط. لا 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 مرتبطه باللي قلنا عليه في الباقه. تمام. في نفس الوقت في حصه اللغه الانجليزيه هيدرس نفس اللي بيدرسه بس باللغه الانجليزيه.
لما يتعلم اب وام واخ واخت هيدرسهم باللغه الانجليزيه. تمام. وهو بيتعلم في الباقه الاسره اللغه الانجليزيه بتقول له الاسره يعني فاميلي، والاسره بتتكون من فادر ومذر اند سو اون وهكذا. تمام. بعد كده بريك. نفس الكلام. اه في بريك. الرياضيات برضو الحصه اللي اسمها نوافذ دي المهارات الاساسيه في الرياضيات، هياخد العد، هياخد الاعداد من 1 لـ5 مثلا. خلاص هيجي يدخل حصه الباقه يدوله نشاط عن ممارسه البيع والشراء ويعمل عمليه بيع وشراء بالعدد. لكن دي مش حصه باقه، نوافذ دي مش باقه. لا مش باقه، حصه مخصصه للرياضيات. اه للرياضيات. تمام تمام. في ارتباط طول. ممكن تاني الجدول يا جماعه معلش. في ارتباط طول الوقت. ايوه. بين المواد اللي بتدرس كلها بتدور حول محور واحد. يعني كل ده في كل ده هو بيدرس من اكون مثلا. هايل. هو ده هو ده. في العربي اللي في الحصه الاولى، في الانجليزي بتاع الحصه الثانيه، في وحده متعدده التخصصات، في اخر حاجه كل ده ليه علاقه بمن اكون. حتى في التربيه الرياضيه. حتى في التربيه الرياضيه. طب وحده بقى، وحدات متعدده التخصصات من 12:30 ل 2 ساعه ونص. هي دي اسمها الباقة؟ فترة. دي اسمها اه دي الباقة. دي الباقة. وحدات متعددة التخصصات هي الباقة. اللي هي كتاب اكتشف. دي بقى كتاب اكتشف. طيب ساعة ونص. انا شايفة برضو ان التوقيتات مختلفة، يعني أول حاجة عندنا كام؟ أنا مش شايفة. اه طبعا التوقيتات مختلفة. اه يعني مثلا العربي ياخد 6 فترات كل يوم فترة. اه تمام. اللغة الرياضيات بتاخد 4 فترات على مدى الأسبوع. الباقة 5 فترات ونص. اه لا بس كلهم ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص. ما هي دي اسمها فترة. دي فترة. دي اسمها في المدارس فترة. الفترة هي حصتين بتستغرق ساعة ونص. اه يعني المعلمين عارفين الفترة. اكنه ده حصتين. بالظبط. اسمها طيب. فترة في الجدول المدرسي. تمام. اليوم اللي بعده. نفس الكلام. هو ده مش المدارس هتنفذه زي ما هو. طبعا هم حرين يحطوا مين الاول ومين الاخر. يعني ده نموذج. بس احنا كنا بنديهم الاعداد وازاي يبقى في علاقات بقى. يعني ازاي ادي انا في حصه اللغه العربيه مجموعه من المفاهيم والمهارات عشان ادخل في حصه الباقه. اللي بالك اللي هيدرس الباقه 2 مدرسين. اوكي. واحد علم التخصص وواحد ادب التخصص. الادب التخصص هو اللي هيدرس اللغه العربيه. والعلمي هيدرس لي العلوم. وهما الاثنين مع بعض هيدرسوا لي كل ما في الباقه. يعني هيدخلوا حصه الباقه مع بعض. هيبقى في 2 مدرسين 2 معلمين في حصه الباقه. بالظبط. وهو بتاع الادبي هيدرس العربي وبتاع العلمي هيدرس العلوم والرياضه. بالظبط. الرياضه. ليه 2 مدرسين؟ لان الباقه دي قايمه على مجموعه من الانشطه لا يتم تدريسها بالشكل التلقيني خالص. فالانشطه دي بتحتاج 2 معلمين لازم يطلوا يمروا على الولاد الولاد بيشتغلوا في مجموعات او بيشتغلوا في ازواج 2 مع بعض. فمحتاجين باستمرار معلمين يمروا ويشوفوا ان الولاد بيقوموا بالعمل كما يجب ان يكون، يساعدوهم في حل المشكلات اللي الولاد بيعملوا بروجكت، بيعملوا مشروع. محتاجين 2 معلمين يساعدوهم، واحد مش كفايه جوه الفصل.